الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأيها الإخوة الأحبة، حياكم الله وبياكم. بعض الناس هداهم الله تعالى ممن ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة يأبون إلا إثارة الفتن، ونحن في وقت أحوج ما نكون فيه إلى الاجتماع، أن يجتمع أهل الحق أهل السنة والجماعة المنتسبون إلى المذاهب الأربعة وعقيدة أهل السنة الأشاعر والماتريدية وفضلاء الحنابلة. هذا الوقت هو أكثر وقت نحن بحاجة إلى أن نجتمع فيه، وأن نتفادى وأن نتلافى وأن نتجاوز الخلافات التي بيننا. وهذا هو صنيع أهل الحق، صنيع أهل الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى. أما أهل الأهواء، أهل المشارب الخاصة، فهؤلاء نسأل الله تعالى لهم الهداية، يسعون إلى الفرقة لأسباب لا شك أنها معروفة عند أهل العلم. ولكن أريد أن أدخل في الموضوع مباشرة. جاء أحد الناس من المنسوبين إلى العلم إلى عالم كبير من كبار علماء العصر، ولا ينازع في هذا أحد من أهل العلم، فكل حنفي على وجه الأرض ممن تفرغ وممن ابتعد عن التعصب يعرف قدر الشيخ محمد تقي العثماني وقدر والده وقدر العائلة التي هو فيها ومدرسة دار العلوم ديوبند وما تفرع عنها دار العلوم كراتشي وغير ذلك. الشيخ تقي العثماني محقق كبير من محققي الحنفية، وعالم لا يشق له غبار، وفي باب المعاملات يعني قد لا يسبق في زماننا هذا. ولا يعني هذا العصمة، لا يعني هذا العصمة، لا نعتقد في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم العصمة، لا في صحابي ولا في تابعي ولا في إمام ولا في غيره. نتبع الأئمة المهديين، الأئمة الأربعة، لإجماع الأمة المعصومة من الاجتماع على الضلال، ونتبع عقيدة أهل السنة الأشاعر والماتريدية لنفس الحكمة والعلة، ولسنا نعتقد فيهم العصمة. لكن الأمة حينما تجتمع على مبدأ معين وعلى قانون معين وعلى مذهب معين، الأمة باجتماعها تكون معصومة. هذا الرجل هداه الله جاء في هذا الوقت تحديدا، ولا بد أن نسأله وأن نوجه له السؤال، في هذا الوقت ما الذي دفعك إلى مثل هذا الفعل وأثرت الفتنة بين أهل السنة والجماعة؟ الشيخ تقي عثماني رحمه الله، حفظه الله، له عقود، قضى عقودا من الزمان وهو يجتهد في نشر العلم، نشر المذهب الحنفي، نشر عقيدة أهل السنة، نشر منهج أهل السنة. له الآلاف بل عشرات الآلاف من الطلاب في العالم بأسره. فما هي الفائدة أن نأتي إليه في هذا الوقت وأن نطعن فيه مع ما يحتف في زماننا بحال الأمة من مكر واعتداء من أعدائنا وتكالب من العالم بأسره؟ العالم الظالم يجتمع ويتكالب ويتداعى على هذه الأمة. في هذا الوقت يأتينا هذا الإنسان ليشغبه على الشيخ تقي عثماني، وحاله معه والله العظيم، والله العظيم، حاله كحال من وصفهم الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. الشيخ تقي يعني بالنسبة لشبه القارة الهندية وبلاد ما وراء النهر هو نجم من النجوم، ليس هذا الإنسان من يستطيع أن يسقطه، بل هو يسقط نفسه. وسترون الآن، وسأضعكم حكاما يا معشر المنصفين. سأقرأ كلام الشيخ تقي الذي نقله هذا الإنسان هداه الله وقلده في نقله أحد المشهورين في الدفاع عن أهل السنة، لعله حذف المنشور إن شاء الله يكون ذلك، حينما راجع حساباتي وأدرك أنه أخطأ بل غلط غلطا فادحا فاحشا في حق هذا الإمام
العلامة الكبير، وكما قلت لا نعتقد فيه العصمة، وسأبين أين مكمن الخلل في كلام الشيخ طيب عثمان بعدما أشرحه. اقتطع هذا الإنسان قصاصة من كتاب الشيخ تقي عثماني، كتاب تكملة فتح الملهم. فتح الملهم شرح صحيح مسلم، أكمله الشيخ تقي عثماني حفظه الله تعالى ورعاه. يقول في حديث تقليب القلوب، قلوب إن قلوب بني آدم، إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ماذا قال الشيخ تقي حفظه الله؟ قال قوله بين إصبعين أصابع الرحمن، قال النووي، ما قال قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال النووي. هذا من أحاديث الصفات، وفيها القولان السابقان قريبا، أحدهما الإيمان بها من غير تعرض لتأويل ولا لمعرفة المعنى، بل يؤمن بأنها حق هذه النصوص وأن ظاهرها غير مراد، قال تعالى ليس كمثله شيء. هذا القول الذي نقول إنه التفويض، هل اعترضه الشيخ تقي؟ لا، بل سلم له وأقره كما سيأتي كذلك. الثاني يتأول بحسب ما يليق، فعلى هذا المراد المجاز، يقال فلان في قبضتي وفي كفي، لا يراد به أنه حال في كفه، بل المراد تحت قدرتي، إلى آخر الكلام. ثم بعد أن نقل كلام الإمام الحافظ النووي رحمه الله ورضي الله عنه، قال العبد الضعيف عفى الله عنه، اللي هو الشيخ تقي العثماني، إنما ذكر الإمام النووي رحمه الله مذهبين لعلماء أهل السنة. ركز يا شيخ، ركز، ركزوا يا طلبة العلم. هل ابن تيمية والوهابية يعتقدون التفويض والتأويل قولين صحيحين لأهل السنة، أم يقولون إن المؤول معطل؟ ويقول ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، هذا التفويض الذي يجعلونه عقيدة السلف هو من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. فهذان القولان عند ابن تيمية وأتباعه من المعاصرين مردودان جملة بلا أدنى نظر، هذا عند ابن تيمية. الآن الشيخ تقي يقول إنما ذكر الإمام النووي رحمه الله مذهبين لعلماء أهل السنة في مثل هذه النصوص التي نسب فيها إلى الله تعالى الإصبع أو اليد أو الكف وغيرها. أولهما مذهب التفويض، وهو مذهب جمهور المحدثين والسلف. هل ابن تيمية والأتباع أتباعه الوهابية يقولون إن التفويض قول جمهور السلف؟ ما لكم لا كيف تحكمون؟ يعني أفلا تتذكرون؟ أفلا تعتبرون؟ الشيخ تقي هنا يقرر عقيدة التفويض عقيدة صحيحة لجمهور المحدثين والسلف. والثاني مذهب التأويل، وهو مذهب أكثر المتكلمين. وهناك مذهب ثالث ذهب إليه جماعة من السلف واختاره، الآن هذا المذهب الثالث هو الذي سيكون عليه الكلام، واختاره الحافظ الذهبي والعلامة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى، وهو أن المراد من الإصبع معناها الحقيقي، ولكنها صفة لله تعالى وليست جارحة. ركزوا على كلمة وليست جارحة، وليست مثل أصابع المخلوقات، بل كيفيته مجهولة. وذكر العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله وجها رابعا استحسنه كثير من العلماء، قال نقول في صفات المشكلة كلام ابن دقيق العيد اللي هو التفريق بين المجاز القريب فيؤخذ، المجاز المتعارف فيعمل ويقدم على الحقيقة المهجورة أو القليلة، وإذا كان الكلام بعيدا لا يترك التأويل ويرجع إلى الأصل. هذا ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري نقلا عن عقيدة الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. الآن هذه الأقوال الثلاثة، الأول والثاني والرابع، لا خلاف في أنها أقوال سنية أشعرية بامتياز، ولا ينازع فيها هذا أحد. أسألكم بالله تعالى، إنسان يقرر هذه الأقوال الثلاثة ومؤداها واحد صرف اللفظ عن ظاهره، إذن هذا الرجل الذي يصرف الألفاظ عن ظاهره هل يعتقد التجسيم؟ أصلا لماذا صار عندنا قول بالتأويل وقول بالتفويض وقول بالإثبات مع التنزيه؟ هذه ليست عقائد مختلفة،
العقيدة واحدة بين أهل السنة الأشاعرة والماتريدية وفضلاء الحنابلة، بين السلف والخلف، العقيدة واحدة، التنزيه. العقيدة معناها ماذا نعتقد في ربنا عز وجل؟ نعتقد أنه منزه عن الجسمية والمكان والحلول والحيز والحد، تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه العقيدة لا تخفى على حنفي ولا على شافعي ولا على أشعري، وكلهم يقرون بها ولا يتجاوزونها ولا يتعدونها، فهي عقيدة الإمام الأعظم وأصحابه ومن سار على هو من سار على طريقهم ومن سار على طريقه، فلا خلاف في هذا. فإنسان يقرر هذه العقائد، هل يمكن لواحد من العلماء يحترم نفسه أن يقرر عقيدة التجسيم عقيدة صحيحة؟ أصلا لماذا صح التأويل؟ لماذا صح التفويض؟ لماذا؟ لأنهم ينفون الظاهرة في المخلوق، لأن الله تعالى ليس في معناه أحد من البرية. طيب هذه النصوص إذا لم تكن على ظاهرة كيف نتعامل معها؟ إما أن تقر بالنص، أن تثبته، وهذا لا شك ولا خلاف فيه، إثبات التنزيل، ثم بعد ذلك تفوض العلم بتأويله إلى الله تعالى بعد القطع ببطلان المعنى الباطل الذي هو التجسيم أو المكان أو التغير والحركة والانتقال في حق الله سبحانه وتعالى. لماذا لجأنا إلى هذه الطرق اللي هي التأويل أو التفويض أو الإثبات مع التنزيه؟ للتعامل مع النصوص التي ظاهرها يوهم خلاف المعتقد الصحيح، وهو تنزيه الله تعالى عن معاني المخلوقين، عن معاني الحوادث. إذن هذه الطرق إذا قررناها على أنها طرق التعامل مع النصوص المتشابه، كيف يمكن لعاقل درس أبجديات العلم أن يقرر التجسيم عقيدة مع هذه العقائد؟ هذا محال. نعم، وسيأتي القطعي الثابت الذي يثبت أن محمل كلام الشيخ تقي في القول الثالث هو محمل صحيح. عندنا قول ذكره الإمام السنوسي رحمه الله في المقدمات، شرح المقدمات، الذي هو الإثبات مع التنزيه، إثبات الألفاظ المتشابهة، اليد والعين والوجه، وبعضهم يضيف الإصبع، إثباتها كصفات معان قائمة بذات الله تعالى ليست بمعنى الجوارح. وهذا ما ذكره الحافظ الإسماعيلي أبو بكر الجرجاني في اعتقاد أئمة أهل الحديث، اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث، وهو تلميذ الأشعري المباشر، وذكر أن لله تعالى يدين هما صفة له وليست جارحتين، ولا تشبه صفات يدي المخلوق، ليس فيهما الطول والعرض والغلظ والدقة، بل هما. والأشعري في الإبانة قرر، نعم، نفى أن يكون معنى اليدين الجارحة، قال ليستا جارحتين وليستا قدرتين وليستا نعمتين، بل هما خارجتان عن سائر هذه المعاني الثلاثة. صفة معنى، وهذا معروف، وهو مذهب متقدمي أهل السنة الأشعر، وهو مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة، نعم، وسار عليه جمع من المتقدمين. إثبات ذلك في الفقه الأكبر، قال أبو حنيفة رضي الله عنه: وهو سبحانه شيء لا كالأشياء، ومعنى الشيء الثابت بلا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا حد له ولا ضد له ولا ند له. ثم قال: ولا وله وجه ويد ونفس هي صفة له بلا كيفية. إذن أثبتها مع نفي الكيفية. هذا القول قول معتبر، قول معتبر، وهو في الحقيقة يجمع بين التأويل والتفويض. ما معنى ذلك؟ أولا، حينما أثبت هذه الألفاظ احتراما للنصوص الواردة في ذلك، ثم صرف هذه الألفاظ عن ظاهرها، وهذا تأويل إجمالي، وفوض العلم بمعانيها إلى الله تعالى، وهذا تفويض. فحتى الإثبات مع التنزيه مؤداه التفويض والتأويل، أوله تأويل بصرف اللفظ عن ظاهره، واللي هو الجارحة، ما دام نفى الجارحة بعد ذلك لا إشكال. وهذا هو عقيدة الحنابلة قاطبة بلا استثناء، يعني الذين يلتزمون بالمذهب، ليس كابن الجوزي الذي يذهب إلى التأويل وابن عقيل، لا، المعتمد عند الحنابلة كما نص مثلا أبو الفضل التميمي في اعتقاد الإمام المنبل أحمد بن حنبل، وكما نص ابن حمدان في نهاية المبتدئين، قاله: وجه لا كالوجوه،
وليس معنى الوجه كالصورة المخططة وكذا. هذا كلام أبي الفضل التميمي، وابن حمدان نقل ذلك، وابن بلبان في قلائد العقيان، وعليه معتمد السادة الحنابل، وهو قول معتبر. هذا هو الذي أراده الشيخ تقي الدين العثماني حفظه الله تعالى ورعاه، الذي هو مذهب فضلاء الحنابل ومتقدمة الأشاعرة والحنفية كذلك. أي نعم. لكن هذه الإشكالية هنا في هذا النقل إشكاليتان. الإشكالية الأولى أنه أضاف هذا المذهب إلى ابن تيمية وابن القيم. الحافظ الذهبي هناك نقول كثيرة عنه في سير أعلام النبلاء تفيد أنه ينحو منح التفويض، ولا إشكال في هذا. الإشكال في إضافة هذا المذهب إلى ابن تيمية وابن القيم، هل حقيقة مذهب ابن تيمية وابن القيم هو هذا المذهب؟ هل يرضى ابن تيمية وابن القيم بنفي الجارحة؟ قطعا لا، قطعا لا. من اطلع أدنى اطلاع على التدمرية وعلى مجموع الفتاوى وعلى بيان تلبيس الجهمية وعلى درء التعارض يقطع ويجزم بأن ابن تيمية لا يذهب هذا المذهب، بل يذهب مذهب التجسيم، وهذا واضح صريح. ومن اطلع على رده على الإمام الرازي رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية، نعم، ويقصد به الإمام الرازي وسادة أئمة أهل السنة الأشاعرة يقصدهم بذلك، يعرف أن ابن تيمية يذهب مذهب التجسيم، وإلا لو كان يذهب هذا المذهب لماذا هذا التشنيع؟ أكبر كتاب ألفه في حياته يرد به على أهل السنة الأشاعرة. فقطعا هذا إشكال وقع فيه الشيخ تقي حفظه الله ورعاه وسدده ووفقه ونفعنا والأمة بعلومه. هذا الخلل وقع فيه إمام عظيم من أئمة أهل السنة الشيخ البوطي تماما، ومقطع سأرفقه في التعليقات يصرح بأنه بحسب اطلاعه لم يطلع على تجسيم ابن تيمية. نقول له يا شيخنا يا إمام أهل الشام، في هذه المسألة أنت لم تصب، رضي الله عنك، أصبت في مئات الألاف مسائل، في هذه المسألة لم تصب، وجل من لا يخطئ. ففي هذه المسألة من اطلع حجة على من لم يطلع، وقد اطلع أئمة أهل السنة ووجدوا أن ابن تيمية مجسم صرف لا يتورع عن التجسيم، يصرح بذلك. لفظ التجسيم يجتنبه لكنه يثبت التركيب، وسأرفق بعض الكلام في التعليقات من عين كلام ابن تيمية ليتأكد إخواننا كذلك الذين يعني يسمعون ولهم قرب من الشيخ تقي والمدرسة الديوبندية العريقة العظيمة الكبيرة السنية الحنفية الماتريدية السنية في سائر أوصافها. هذه المسائل لو تم تحريرها وبحثها تماما، ويكفي في هذا النظر في كتب الكوثري رحمه الله ورضي الله عنه، نعم، يكفي في هذه لمعرفة حقيقة مذهب ابن تيمية، ومن نظر في كتاب الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية وغير ذلك سيعرف أن ابن تيمية مجسم. ولك أن تنظر في عقيدة الوهابية المعاصرين وستعرف حقيقة مذهب ابن تيمية، فهم الذين نشروا مذهبه وتراثه. فهنا الإشكالية الأولى التي وقع فيها الشيخ تقي حفظه الله تعالى ورعاه، أنه لم يخطئ، لم يأتي بعقيدة ابن تيمية ودسها وقال هي عقيدة سنية كما فهم هذا الشيخ ونقل عنه شيخ آخر هداه الله تعالى، نشر منشورا قال فقيه العصر يقرر مذهب الحشوية في الصفات على أنه مذهب معتبر وما خفي كان أعظم. اتق الله يا صاحب هذا المنشور واسمع هذا المقطع وارجع عن قولك واستغفر وسجل مقطعا حقيقي. أنت أخطأت في حق الشيخ تقي عثماني، كن منصفا. أنت في ردك على الشيخ أحمد الغماري، الشيخ أحمد الغماري الحافظ المعروف العالم الكبير، نعم، أنت في رد قلت أنا حينما أرد على بعض الناس أقرأ عشرة آلاف صفحة إذا لم تخن الذاكرة، ألف أو أظن 10,000 صفحة، هذا مقطع قديم سجلته تبين فيه شذوذات الشيخ أحمد الغماري الذي يطعن في أهل السنة الأشاعرة، يطعن في المذاهب الأربعة. ولا أدري هذا الشيخ هل يجرؤ على أن يبين مذهبه وله انتشار واسع،
له انتشار واسع وله وجود، لأن صاحبه رجل كبير في العلم لا يشق له غبار، ولكنه رد على أهل السنة الأشاعرة. وبالمناسبة في جؤنة العطار للشيخ الحافظ أحمد الغماري بيّن أن كتب ابن القيم فيها نور على خلاف كتب ابن تيمية، وقرر أن عقيدته عقيدة صحيحة. ما رأيك؟ ولا نعتقد هذا أبدا، لا نعتقد هذا ولا نسلم، وليس كما زعم هذا الزاعم زعما سيسأل عنه يوم القيامة أننا نقدس الشيخ تقي أو غيره من أفراد المدرسة الديوبندية. ليس عندنا مقدس متبوع حق لا يخالف إلا النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل ها أنا ذا أقرر مخالفة الشيخ تقي حفظه الله ورعاه للواقع. الشيخ تقي الدين ابن تيمية مجسم، هذا القول الذي نقله هو مذهب فضلاء الحنابلة ومتقدمة الأشاعرة، الذي هو القول الثالث الإثبات مع التنزيه. ما هو هذا القول؟ قال المراد من الإصبع معناها الحقيقي، يعني تبقى على ما هي عليه لا تؤول. طيب، قال ولكنها صفة لله. هل الصفة جارحة؟ لو قال صفة لكفى، ولكنه زاد وقال وليست جارحة، قال هي صفة وليست جارحة. وبالمناسبة هناك بعض أهل السنة قال نجريها على حقيقتها، نجريها على حقيقتها ونكل العلم بها إلى الله سبحانه وتعالى وننفي الجارحة. هذا مذهب صحيح. طب حقيقة إيش معنى الحقيقة؟ يقول لا نريد بها المجاز، لا نصرفها عن حقيقتها إلى المجاز، بل نبقيها ونقول لها معنى حقيقي قائم بذاته تعالى، الله تعالى أعلم به. وهذا مذهب الحنابلة، أنها صفة متشابهة الله أعلم بحقيقتها، وليست مثل أصابع المخلوقات بمعنى أنها جارحة ومحدودة ومكيفة، بل كيفيتها مجهولة. هذا الإشكال الثاني، كيفيتها مجهولة. قول الشيخ تقي كيفيتها مجهولة. انتهينا من الخطأ الأول، وهو نسبة القول بالإثبات مع التنزيه لابن تيمية وابن القيم. هذا ليس بصحيح، وينبغي أن تصل الرسالة لفضيلة الشيخ العلامة المحقق البحر الفهامة تقي الدين العثماني ليصحح هذا الخطأ، ولأنه له أتباع بعشرات الملايين في العالم. فمثل هذا قد يعني يكون دافعا للنظر في كتب ابن تيمية مع حسن الظن، مع أن حسن الظن واجب إلا إذا تيقن الخطأ. ومذهب ابن تيمية في الصفات مذهب تجسيمي، فهو خطأ قطعي، ومن درس علم الكلام وتوسع فيه من السادة الديوبندية يعرف كلامي تماما وينكرون هذا كذلك. فإن شاء الله تصل هذه الرسالة. القول الثانية وهي سهلة، يعني قضية وكيفيتها أو كيفيته مجهول أو الكيف مجهول. باختصار، هذه اللفظة بهذه الحرفية لم ترد بسند صحيح عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. هناك تسع روايات وأنا حققتها في أحد الكتب، تسع روايات. رواية عبد الله بن وهب ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع، مرفوع يعني منفي، فلا كيف لله. الكيف فرع عن الكم، ومن كان له كم فهو جسم، والكيف هو عبارة عن عرض، أحد الأعراض القائمة بالمادة بالجوهر أو بالجسم، والله منزه عن الجوهرية والجسمية، فهو منزه عن الكيفية سبحانه وتعالى، والكيفية عن ربنا منفية. فهذه رواية ابن وهب، وباقي الروايات وكيف غير معقول، رواية سفيان الثوري ورواية ابن القاسم ورواية غيرهم، كلها والكيف غير معقول. هناك رواية أظنها لعبد الله بن نافع قال وكيفيته مجهولة، وفيها إشكال واضطراب، الاستواء غير معلوم وكيفيته مجهولة أو هكذا. فهنا هذه الرواية فيها إشكالية، لكننا نتعامل معها كسائر النصوص. نص خالف ثقة، من هو أوثق من هذا؟ ما يسمى بالشاذ، بالشاذ. طب كيف إذا خالف الثقة مجموعة، جمع كبير من أصحاب الإمام مالك كلهم أوثق منه؟ فهذا يفيدنا أن هذه الرواية بهذه اللفظة غير ثابتة. ولو فرضنا ثبوتها جمعا بينها وبين الروايات الأخرى، كما هو عادة أهل الفقه وأهل الكلام أنهم يجمعون ما أمكن، يقول لك معنى الكيفية الكن، الحقيقة، وحقيقته مجهولة، وهذا لا شك ولا ريب. وذهب إلى هذا جمع من أهل السنة
بينوا أن الكيف مجهول بمعنى الحقيقة مجهولة، لا أن الله تعالى له كيف. وسأسرد باختصار ويمكنك أيها الأخ الكريم المتابع حتى تكون منصفا، حتى تكون منصفا وتعرف أن الشيخ تقي حفظه الله ليس منفردا بهذه اللفظة، وإن كان الذي نقوله وننصح به ألا نذكر هذه اللفظة لأنها موهمة ويستدل بها المجسمة على أن الله تعالى له كيفية ومجهولة، نقول ليس لله كيفية، ليس لله كيفية. لكن من ثبت عنه هذه اللفظة بدلالة حاله، بقرينة حاله أنه منزه لله عن الجسمية ويصرح بنفي الكيفية بلا كيف، بلا كيف، ليس بلا كيف نعلمه كما يقول ابن تيمية، نعم، فهنا مضطرون لتأويل هذه اللفظة عنه. فممن ذكر أو من أول من ذكر هذه المقولة إمام المسلمين، إمام الحرمين الجويني في العقيدة النظامية، طبعة دار الأزهر صفحة 28، الصفحة 28 قال: ومما استحسن من إمام دار الهجرة مالك بن أنس أنه سئل عن قوله تعالى الرحمن العرش استوى فقال الاستواء معلوم والكيفية مجهولة. نعم، والإمام الكوثري حفظ رحمه الله علق قال: اللفظ الثابت عن مالك إمام دار الهجرة هنا والكيف غير معقول، والمصنف لم يتحرر روايته، راجع الأسماء والصفات للبيهقي، وفي لفظ عنده ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع. إذن هنا هل الإمام الكوثري طعن على الإمام إمام الحرمين بأنه أدخل عقيدة المشبهة في عقيدة أهل السنة، أم أنه قال لك لم يحقق؟ وهذا اللفظ نعمل له نسخ ولصق، نقول الشيخ تقي العثماني حفظه الله ورعاه لم يتحرر رواية، نقلها كما نقلها هؤلاء الأئمة العظام، هذا الذي نقوله وليس بصحيح ولا نرضى بهذا النقل. لكن هل له سلف؟ نعم. وبعد ذلك يذهبون إلى التفويض، هذا الذي يقصدونه. كذلك عندنا هنا مثلا شرح الفقه الأكبر لملا علي قاري طبعة دار النفائس، يذكر نفس الكلام صفحة 94، فيقول رحمه الله قال: فيجب أن يجرى على ظاهره ويفوض أمره ويفوض أمر علمه إلى قائله وينزه الباري عن الجارحة. ثم الصفحة 95 قال: ونعم ما قال الإمام مالك حيث سئل عن ذلك الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. هنا الحافظ الملا علي قاري رحمه الله يذكر هذا النقل. نعم، ولا أريد أن أطيل، فقط يكفيك أن تدخل على المكتبة الشاملة وتدخل إلى أسماء هذه الكتب التي سأقرأها الآن وتكتب والكيف مجهول، والكيف مجهول، ونصرح ونعتقد أن الله تعالى لا كيف له كما أجمع السلف، بلا كيف، بلا كيف، ليس بلا كيف نعلمه كما يقرر ابن تيمية. الكيفية فرع عن الجسمية، كيفية اختلاف بين أفراد الجنس الواحد، فإثبات الكيفية فرع عن إثبات المجانسة والمشابهة، والمجانسة مماثلة في المعنى الجنسي بكامل، بكامله، بجله، نعم، فليس تنزيها. فهذا نصرح عليه ونؤكد أن الكيفية عن ربنا منفية في الذات والصفات، ومن ذكرها من السلف نقلا عن الإمام مالك فقد وهم كائنا من كان، ولكن وهم في النقل لم يهم في المعنى، فالمعنى عنده أن الله منزه عن الكيفية لا كيف له، لكن هذه اللفظة كانوا يحملون هذا المحمل. الفواكه الدواني، الفواكه الدواني للنفراوي المالكي شيخ الأزهر، نعم رحمه الله. الثمر الداني، إدرار البروق لابن الشاط، صيد الخاطر، فتاوى الرملي، فتاوى الحديثية لابن حجر، البحر المحيط للزركشي، البرهان في علوم القرآن للزركشي، تفسير الشعراوي، الغيث الهامع لولي الدين العراقي، الشاطبي في الاعتصام، تفسير المراغي شيخ الأزهر المجلد 12 صفحة 5، تفسير الصابوني صفوة التفاسير، مناهل العرفان، شرح المعالم في أصول فقه لابن التلمساني، نعم أصول فقه للرازي، نعم. الآن كل هؤلاء
أيها المستمع الكريم، كل هؤلاء نقلوا هذه وستطلع في الشاملة، والكيف مجهول. ماذا تقول؟ والشيخ تقي عثماني تماما معهم، إما أن تجعلهم في زمرة واحدة مجسمة، أدخلوا مذهب ابن تيمية في مذهب أهل السنة وتصفهم وصفا واحدا، أو أن تخرجهم وتتأول لهم ومن ضمنهم الشيخ تقي، ما دام نفى الجسمية وقبل ذلك أقر التفويض والتأويل وأقر كلام الحافظ المجدد جدد 107 ابن دقيق العيد، يلزمك أن تقر وتذعن لهذا، وإلا ستكون تكيل بمكيالين، سيكون ميزانك مشروخا ليس مخدوشا فحسب، مشروخا مضروبا ملعوبا بإعداداته. هذه حقيقة واقعة لا شك ولا. كيف تصف الشيخ تقي بأنه مجسم وتبرئ هؤلاء؟ كيف؟ إذن عندنا الإشكالان اللذان وقع فيهما الشيخ تقي، نسبة هذا القول الذي هو الإثبات مع التنزيه وهو ثابت، إثبات اللفظ مع نفي الجارحة وتفويض العلم بحقيقة إلى الله، نسبه لابن تيمية، وابن تيمية من ألد الأعداء لهذا المذهب وذمه ورده في عدد من كتبه. والإشكالية الثانية وكيفيته مجهولة. الآن هذا القول أنهينا، انتهينا منه. طيب الآن يا سادة يا كرام، حتى ابن تيمية بعض العلماء من أهل السنة خفي عليه تجسيمه، وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر في تقريره على الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي، ذكر أنه يعني أبعد الناس عن التجسيم هكذا بحسب اطلاعه. نعم، والسيوطي رحمه الله ورضي الله عنه أثنى على ابن تيمية ثناء عظيما، نحن يعني لا نوافقه بها على هذا الإطلاق، لا نوافق. مثلا الحافظ السيوطي قال عن ابن تيمية في طبقات الحفاظ: الشيخ، الإمام، العلامة، الحافظ، الناقد، الفقيد، المجتهد، المفسر، البارع، شيخ الإسلام، عالم الزهاد، نادرة العصر، تقي الدين أبو العباس، أحمد ابن المفتي شهاب الدين، عبد الحليم ابن الإمام المجتهد، شيخ الإسلام مجد الدين، ابن عبد السلام الحراني، كذا وكذا إلى آخره. إيش رأيكم؟ هل تجعلون الإمام السيوطي، أنت أيها الأزهري، إمام سيوطي مصري، إمام عظيم، هل تجعله مع العثماني؟ يلا فرق بينهما، فرق بينهما بفرق معتبر إن كنت تدرس الفروق، تفضل. طيب، شيخ الأزهر عطية صقر أثنى على الفرقة الوهابية، على محمد عبد الوهاب ثناء مطلقا، وبين أنه من المجددين وحارب التوحيد. ما رأيك في الشيخ عطية صقر؟ الشيخ البوطي كما ذكرنا لكم، الملا علي قاري، هؤلاء في ثنائهم على ابن تيمية، نعم نحن نقول طبعا بالمناسبة الحافظ حجر حتى يأتي وهاب يقول لك لم يثني ثناء مطلقا، أثنى عليه في ساعة علمه، أثنى عليه كذا، ولكنه قال عنده أخطاء في أصول الدين يجب أن تبحث وأن تحرر في كتاب وتنشر نصيحة لله ورسوله. إذن يعني خلص لدينا أن الشيخ تقي حفظه الله ورعاه نسب قولا سنيا لابن تيمية، ولم ينسب عقيدة ابن تيمية البدعية لأهل السنة، وشتان ما بينهما. وهل سبقه إلى الخطأ في هذا أحد من أئمة؟ نعم، هذا السيوطي، وهذا الملا علي قاري، وهذا ابن حجر، وهذا بعض مشايخ الأزهر، نعم ذهبوا هذا المذهب ولا نرضى بهذا. نحن درسنا عقيدة ابن تيمية ونعرف أنه مجسم بلا شك ولا ريب. نعم، في نهاية المقام أقرأ كلاما للشيخ تقي عثماني يكون فاصلا وقاطعا، ليس مجرد قرينة بل حقيقة واقعة تهدم أنه أراد تهدم احتمال كونه مجسما كما زعم هذا الزعم. قال الشيخ تقي عثماني في فتاواه، سئل سؤالا، قال نحن جميعا مسلمون حنفية، والأئمة السابقون في حينا كانوا أيضا من الحنفية، لكن منذ عامين ذهب إمام المسجد الموجود في الحي إلى السعودية وبقي هناك لأكثر من عام، وكان أيضا واعدا هناك واعظا، وعندما عاد قد نعم في النهاية ذكر أنه يعني ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى في مكان على العرش. ماذا أجاب الشيخ تقي حفظه الله؟ قال الجواب: الأقوال والاعتقادات المنسوبة للإمام في السؤال إذا كانت واقعة بالفعل، نعم في الإمام، فلا يصح أن يكون إماما للحنفية
وخاصة إذا كان يعتقد بالوجود الجسماني للباري تعالى على العرش، وخاصة أن هذه العقيدة قطعا خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة، فلا تجوز الصلاة خلفه ويجب تعيين إمام صحيح بدلا منه، والله تعالى أعلم. في محرر في صفحة في تاريخ 4/8/1400 فتاوى عثماني. نعم، ما رأيكم يا سادة يا كرام؟ هل بعد هذا التحقيق يأتيني إنسان ويقول الشيخ تقي مجسم؟ اتقوا الله عباد الله، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. 11 آية نزلت في القرآن الكريم لتبرئة يهودي من تهمة السرقة. خالفه، يسمح لك أن تخالفه وليس معصوما حتى تخالفه، وبين أخطاءه إن كانت يعني إن كانت واقعية، لكن لا تأتي وتقول مجسم، لا تأتي وتقول تكفيري. هذا والله تعالى أعلم، والأمر عندكم يا سادة يا كرام، واحكموا بما شئتم واحتكموا، والحمد لله رب العالمين.